رمضان كريم عليكم مشاهدينا، كل عام وانتم بألف خير. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو سبع صنايع، وان شاء الله البخت مو ضايع. ضيف حلقتي لهذا اليوم هو الفنان خلال فترة طويلة أنا اشتغلت بأكثر من مجال، يعني من ناحية أيام الثمانينات والتسعينات كانت فرقة رشيدة، يعني احنا فرق خليجية من الفرق المعروفة، كنا نحيي حفلات وساعدني هذا الغناء، ساعدني أيضا بمجالي باختصاصي بالمسرح، لأن بعض الأحيان تدرين الممثل لازم يكون صاحب حرفة وصنعة، ولازم يكون عنده إذن موسيقية ويعرف بالإيقاع، يتعامل ويا التيمبو يعني باحترافية، بالإضافة للتمثيل وأيضا تقديم البرامج أيضا كان فد إضافة جميلة إلي، يعني اشتغلت بأكثر من مجال، يعني برامج رمضانية اشتغلت، كاميرا خفية أيضا اشتغلت، برامج مسابقات، يعني هذه كلها تجارب صقلت ونمت الموهبة عندي بالإضافة لدراستي للمسرح وبالإضافة للأعمال الخارج العراق، يعني الحمد لله والشكراني عندي جوائز أفضل ممثل من يعني في بغداد وفي تونس في عمان، جائزة درع مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية في الجزائر أيضا غنيت بهذا المهرجان، وأفضل برنامج كان برنامج مال مسابقات رمضانية صاغة، بوقتها أيضا فاز بجائزة مؤسسة عيون، والحمد لله والشكر. أكيد كل هذه نجاحات. أستاذ أنت كنت سبع صنايع، هاي سبع صنايع إضافة العمر ضياء الدين، هي مثل ما قلت لك عزيزتي بيسان، يعني هي تراكم خبرات هذه التجارب، يعني بتصقل موهبة الفنان وتضيف إلى خزينه وإلى ذاكرته وإلى معرفته، احتكاك بالناس، احتكاك بثقافات أخرى، يعني هذا كلها تخدم في تأسيس وترسيخ مسيرة الفنان اللي من خلاله يخدم بلده ويعني يستمتعون به مشاهديه ومحبيه، فيعني محاولات احنا نجتهد والباقي توفيق رب العالمين. أكيد. خلونا ننتقل مشاهدينا الكرام للفنان الكبير علي ديشار، نورتنا اليوم مرة ثانية. تقدر تقول لنا أهم المواقف الكوميدية وأكثر المواقف الكوميدية المضحكة اللي صارت بك أثناء تصوير أحد أعمالك الفنية في رمضان؟ أي أحد المسلسلات كان وجبة أكل بالمشهد، فبنص المشهد عضيت لساني، عرفت المشهد طلعت تركض من الألم مالتي. زين، اكثر الشخصيات اللي تحسها قريبه لك تحس انه انت اديتها صح؟ شخصيه شنشور مسلسل بيت الطين، تاليف واخراج الاستاذ عمران تميمي، هذا كانت اقرب شخصيه لي وكلش حبيتها هذه الشخصيه، ومن خلالها انعرفت بالشارع وبالساحه الفنيه الحمد لله. خلونا نرحب ايضا مره ثانيه مشاهدينا باليوتيوبر العراقيين ايضا اللي هم شبابنا جيل المستقبل، خلينا نشوف اول شيء قناتك او محتوى قناتك اللي تقدمه شنو؟ محتوى قناتي محتوى ترفيهي، تمام، محتوى ترفيهي، مو شرط انه اقدم يا اما مسلسل يا اما فيديو كوميدي، لا، فيديوهاتي ترفيهيه متنوعه انزل بها فيديوهات ترفيهيه، مجرد انه في سبيل بس تشوف الناس انه تضحك، وعندي فيديوهات بها رساله، ووصلت عدد قناتي المشتركين بها لحد الان 6 مليون مشترك، والمشاهدات الكلية للقناة 2 مليار، والحمد لله والشكر، والتعليقات عندي سلبية وعندي إيجابية، لكن إيجابية الحمد لله أكثر من التعليقات السلبية. أزهر، تحب توصل للي وصل له أستاذ عمر؟ يعني شلون؟ يعني هو حقق نجاحات عديدة مثل ما قلنا، هو ممثل ومطرب، أنا ما كلاماتي إلا طبعاً، وممثل حبيبي مسرحي ومقدم برامج، يعني تمام. اليوم هي سلسلة تعاقب الأجيال. أكيد. اليوم أنا باختصاصي اللي هو اليوتيوب أو التلفزيون اللي أنا باقى بي وثبت نجاح الحمد لله والشكر، وعدي اللي هو أغلى شيء بالدنيا هو محبة الناس. أكيد. فأنا بالنسبة للشهادة أقدر أجيبها من باب الشرجي، يعني وأكتب بيها في مهرجان قرطاج وقال الله أنا أخذتها. يعني أنت برأيك من تأخذها أصح من ما أنت تشتريها جاهزة تكتب بيها اللي أنت تريده، لو وراء الناس مش تأخذها وراء تعب؟ اكيد اكيد، كل شيء بتعب يكون مثمر، بس انا اليوم كل الانجازات اللي تفضل بها الاستاذ وانا ما ارفض،
شنو الفايده اليوم انا اجيب شهايد احط مليون شهاده وانا بس اخويا بالبيت يعرفني والله رحت فلان دول جبت والله صحيح حقك انا بالمناسبه هواي ما يعرفون يعني بس بس لحظه استاذ عمر يعني ما يصير هذا الحكي لا 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 صح يحكي صح لا لا يعني انا هواي ما يعرفوني صح يعني الشهايد هذه يعني هذا ما ينقص من قيمتي يعني بالمقابل الاستاذ كرار نعم اعتقد اذا اترخص منه يمكن يقبل قدراتك استاذ نضيف انا بالمشهد الجديد نضيف الاخ الاخ اي العفو اساتذة بس يعني انا شرف لي انه اشتغل ويا حضراتكم بس يعني ممكن اعرف طبيعه العمل اللي اشتغل زين خلونا نطلع فاصل خلونا نطلع فاصل نتناقش بعدين مشاهدينا الكرام خلونا نروح فاصل صغير وبعدها نرجع لكم ابقوا يعني هم اثبت لي ارض لحظه عمار وانا استاذ عمار وهنا استاذ عمار بدا يتساءل حول طبيعه البرنامج لانه هو متعود يسوي كاميرا خفيه بالناس ومتعود على المقالب وهو بدا يشك بينا وبدا يتساءل هواي وتقريبا هو عرف الموضوع لكن احنا حاولنا نكسب ثقته ونطمنه ونقول له انه هذا برنامج يخص الوسط الفني. اول فقره انا لما جاي للقناه جاي اني كفنان ويوتيوبر اذا ما تعرف اعلمك ما ابي شيء، شو اسمك هسه انت؟ عمر ضياء الدين. عمر ضياء الدين بس لحظه. حتى ارد على كلامك، انا ارد على كلامك ارد باثبات. تفضل. اليوم انا عندي انترنت بس خليني ابحث عليك. تفضل. اكتب. عمر ضياء الدين. اقول لك اكتب هو اسمك ما يعرف. شنو؟ ما ابي مشكله، ما ابي مشكله. ضياء الدين؟ عمر ضياء الدين. عمر ضياء الدين. استاذ عمر هم عندهم نسبة مشاهدة جدا عالية باليوتيوب يعني مشتركين ومشاهدات. اقول لك هاي مشاهدات 5000، هاي مشاهدات ستوري مال انستغرام. والله انا توقعت مشاهداتي 500 نعمة 5000. اقول لك هات ربيع الكرار لا انت هذا المقياس مالتكم المشاهدات؟ لا مقياس لا مو مقياس بس يعني هي هم الناس تشوف يعني عدد طبعا طبعا طبعا, طبعاً لا طبعا يعني انا كل حبي واحترامي وتقديري لحضراتكم انه انتم عندكم مجال تشتغلون به واكو مشاهدات لكم واكو جهد وهذا يعني هذا احيي واحترمه بكم انا بالعكس شوف راح اقول لك شغله انت تؤمن بجيل استاذ عمر؟ يعني تؤمن بالفن اللي ده يقدمه؟ أنا اليوم أشوف نفسي نعم الآن أفضل من عندهم ليش؟ أكيد اليوم هو عمل ما يقارب 30 سنة وما حقق إنجاز وأنا أشتغل بسنة وحقق إنجاز شلون؟ أعرف شلون أوصل للناس أعرف الناس شو تحب أعرف شلون أوصل الفكرة تمام؟ أنا اليوم مو أجي أصرف على برنامج 500 مليون ما أذكر اسمه يصرف لي على مسلسل 500 مليون وهي المسلسل ما حد يباولها أنت خو هاي 500 مليون تعطيني 5 ملايين منها أنا ما معتاز فلوس. دير خمس والله مليون يعني. أطلع بين برنامج. صح. يخبل. صح. والناس تحبه. وأمشي ويا رأي الناس. صح. صحيح. أنا وياك. اليوم أنت وجهك ما مقبول. نعم. هو يعني الناس تحبه. وهنا شباب بدأوا يستفزون أستاذ عمر وهو حاول يكون مبتسم طول الحلقة لكن هو بداخله قام. عفوا أستاذ ممكن بس تسمحوا لي قاعد 10 سنين يعني ما افتهمتها. شنو قاعد عشان؟ بما ان انت قاعد عن العمل، صار لك اخر عمل شو وقت اشتغلته؟ انا حاليا مدير مسرح الرافدين. على راسي لا اخر عمل تلفزيون يعني عملنا حاليا يعني عملنا يعني اداري وبالمسرح يعني اكو عندنا بروفات واكو عندنا عروض واكو عندنا مشاريع بدنا نشتغل بها بالمسرح. تلفزيون فما قاعد اسهر بس من رخصتك تلفزيون اخوه فنان يعني ممثل ومطرب لان انا سمعته قال اغني نوبا قال سمكر يعني عادي عادي الفنان دائما يكون متعدد المواهب مقدم برامج ممثل ومطرب وانا مشكله جوز تلقى حتى شيف تلقى سمكري انت بقناتك عندك فيديو كليب صح؟ ايه عندك مشاهد تمثيليه عندك فلوجات انا ما استهزئ بيك لا تستهزئ بالشيف وبالسمكري لا ما مستهزئ ما ابي شيء قلت له اهتمامي يطلع شيف وسمكري ما ابي شيء عمل عباده يطلع حرامي كل شيء يطلع اي ما ابي شيء اي ما ابي شيء الممثل بس المحترف يشتغل بس كل شخصيات بس انت اعطيني اخر عمل تلفزيون اشتغلت تلفزيون يعني دراما قصدك؟ يعني قلت بالتلفزيون شو وقت طلعت اخر شيء؟ مو انا يعني قلت لك كنت يعني قدمت كاميرا خفيه برمضان اشتغلت اخر شيء يعني مسلسلات تدري يعني توقفت اخر سنين اخر سنه اشتغلت يا سنه والله قبل عمل تلفزيوني يعني قبل 4-5 سنين تقريبا 5 سنين عمي على كل سنه من رخصه الست على كل سنه راح انطيه 100 دولار اذن اللي قاعدهن 500 دولار 500 دولار اطلعك مشهد 10 ثواني انت انسان زين خلونا نرجع من الفاصل ونكمل خلونا نرجع من الفاصل عمل؟ يطلع فاصل اطلع فاصل لا خلينا نرجع من الفاصل ها؟ نرجع من الفاصل حتى نكمل يعني لا بس قبل ما يعني استاذ عمار 10 ثواني 10 ثواني ندخل البرنامج الحقيقي
يلا خلونا نكمل. اوكي اوكي يلا. رجعنا من الفاصل اعزائي المشاهدين ومستمرين وياكم. مستمره سوالفنا ونقاشاتنا ويا الفنانين. خلونا نرجع ويا ازهر وكرار. انتم كيوتيوبر عراقيين سويتوا هواية اشياء، قدمتوا هواية محتويات بقناتكم، شنو الشيء اللي بعدكم ما سويتوه؟ شنو الشيء اللي تطمحوا له انه تسووه؟ نطمح انه نوصل للمرحله، انه نوصل مرحله اكبر من اللي احنا بيها، انه ما نتوقف عن الجمهور. احنا مو شرط نطلع مثل، يعني مع احتراماتنا لهم، هم اللي يطلعون بالشاشه اغلبهم البعض، يعني مو نقول الكل، يطلعون بس برمضان مدفع. هذا مو قياس حبيبي. أماني أنا اليوم طالع باليوتيوب، أنا شوف أنا كل شيء ما عندي، عندي معدات بسيطة. أساتذة لازم تكونون محترمين مهذبين من تحشون على الفنانين العراقيين. بس هاي المرحلة يعني نحب نضحك. لأن الفن لا اسمعني أول شيء أعقب على كلام كرار. كرار ما قلل من قيمتك، قال لك إنه أنت أعمالكم قليلة، هذا صحيح؟ أنا أحسب الأسبوع أن مرصد الأعمال القليلة مو معناها أنه تسخر يعني من الفنان العراقي. لا لا بالعكس، الفنان العراقي فخر وشرف لكل العالم. على رأسي. وإحنا خاصة بالمسرح ما فد يوم طلعنا، يعني مو يعني أنا شخصيا أقصد، يعني ما فد يوم طلع العراق إذا ما رجع بجائزة أفضل ممثل أو أفضل مخرج أو أفضل عمل متكامل. بدليل أنا قبل فترة إحنا رجعنا كنا بفرنسا واشتغلنا بعمل وفزنا بيب أفضل عمل متكامل. شنو مسبح كان هناك في فرنسا؟ شلون؟ يعني شاركت هناك مسرح؟ مسرح اي انا قلت مسبح. مسرح اي اللقاء ونروح. زين نرجع وياك. برنارد شو تدري شو يقول عليكم؟ شنو؟ برنارد شو وين اشتغل؟ انت مو يوتيوبر؟ ادخل اكتب تعلم. نعرفه ترى بس انا شاطر. عندما يكون الشيء مضحكا فابحث في داخله عن حقيقة مخيفة. لا بالعكس الضحك بسبب روح حلوة مو قلة ادب. لا هو هذه الجملة هي. زين المرحلة الكبيرة اللي أنت وصلت لها أنت أو أنت نعم. كيوتيوبر يعني تتوقعون أنه تقدرون توصلون اللي وصلها أستاذ عمر؟ أنه هاي المرحلة الكبيرة اللي أنت اللي تحكي عليها هو ما راح يقدر الشيء الكبير اللي أنت تريد توصل له ما يصير إلا ويا ممثلين تمام كبار. تمام احنا وصلنا مرحلة يعني أنا مو أقلل من عتم أو أحكي عليهم أقول أنا أفضل منهم، بس احنا اليوم باليوتيوب وصلنا مرحلة أكبر فنان ما واصلها. ليش؟ أنا أحفظها لك شلون؟ انه احنا باليوتيوب شخص واحد، يعني هسه اشتري على قناتي مرصد ازهر. لا براحتك. انا شخص واحد مثلا اذا احضر مشهد كوميدي اكتب المشهد واحضره واجيب اللي ممثلين اللي احتاجهم واللي وياي بالكادر واجيب الكاميرات اللي هن كاميرات بسيطه وباسعار مناسبه واجيبهن واضبط الكاميرات احط الكاميرا هنا واجيب واحط الاضاءه انا الشخص وحدي اضبطهن واشغل الكاميرا واجي اوقف قدام الكاميرا وامثل وبدون اجور. ووصلت الى نتيجه انه شاهدون 2 مليار شخص على اليوتيوب. اذا كنت اقدم مشهد او اذا كنت طالع بسفره وصورت فيديو اساني رحت فلان مكان فرنسا تركيا يعني هيك مكانات وصورت لهم الاجواء انه اوضح لهم حتى الانسان يعيش حتى الانسان لازم يطلع ويسافر. يعني مو شرط انه يعني اصير فنان وانا لازم اخذ اجور ولازم مشاهد ولازم كاتب ولازم اخذ شهاده. احنا ترى يعني وصلنا انه مرحله يعني باختصار استاذ باختصار استاذ عمر يعني تفضل استاذ ايمن تضحك صار عندك عيني نسيت بس من رخصتك انا اسف يعني قاطعك. لا اكيد عادي تفضل اشكرك. بالنسبه لك استاذ لما حكيت وتفضلت بالكلام مالتك اليوم احنا غايتنا هو ضحكه الناس ابتسامه الناس، انتم غايتكم تاخذ شهاده وتقول اني عندي شهاده ومن انت؟ هاي بطلوها اليوم احنا كنا اخوه. هذا المسرح تحكي عليه انت تحكي على الفنانين العراقيين تحكي بادب. انا ما احكي عن على جنابك يعني انا مع احترامات البقيه انت جنابك قاعد انا واحد كان خماسي راح اطير انا واحد وجزء شنو خماسي؟ مشاهدينا الكرام خلونا نطلع دوف لي انطلق نرجع لكم وراها. لا ازهر استاذ عمر لا تقول له خماسي عيب. هذا استاذ عمر استاذ بس ريلاكس شو تريد تسوي يعني؟ شلون؟ شو تريد تسوي؟ لا تقوم اوقف. لا مو اوقف استاذ عندنا لقاء يعني ممكن تقعد استاذ عمر استريح استاذ عمر بس استاذ وين المخرج؟ خلينا نكمل حلقه. انت فد واحد ما تستحي وما مؤدب وما عندك اخلاق. كملت؟ شنو كملت؟ تقوم على حيلك يعني هسه استحلك للشارع. ليش استاذ انت تسحني؟ ليش استاذ اني يوتيوبر قاعد قدامك استاذ عمر استريح بمكانك. استاذ عمار استاذ عمار استاذ ليش صرت عصبي؟
استاذ خلي لا خلي يصير تعاون مشترك. لا لا هيك ناس مو محترمين، انا ما عندي استعداد اسوي لقاء. شلون مو محترم؟ انا جاي اقول لك ما محترم. انت ما محترمين، انتوا ثلاثكم مو محترمين. زين زين عت علي. لا 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 عدني. لا بس قرار اني اسولف للمشهد. خلي اسولف لك المشهد. عدني بس المشهد. المشهد اللي قلت لك عليه اعطيك عليه 500 دولار اطلع برا. هذا يطققك. شو اطلع برا؟ يطششك. اطلع برا. اجي يطققك. اطلع برا ثلاثكم تمسكوا. اجي يطققك. طلعيهم برا ولا ما يبقون. وهنا استاذ عمر استفز وصار كلش عصبي وراح قام يم الشباب، بس احنا حاولنا نهديه ونرجع لمكانه ونقول له خلي يكون اكو تعاون مشترك ما بين جيل الشباب وجيلكم انتم حتى يستفادون من خبرتكم. زين انطوا مشاهد يقدر يمثلها. مشاهد ايش هو هسه يقول طلعوا برا؟ لا 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 فنانين خاطر الست. خاطر الست خاطر الست عم تجيبوا ويانا المشهد. يلا راح اجيب. قول قول جبناك ويانا المشهد وانطيك او انطيك اعلى اجور ما مستلمها باي قناه. ان على 10 ثواني اعطيك انا 500 دولار اتحدى فنان على 10 ثواني يطلع 500 دولار. يلا شنو المشهد؟ يلا خلي اتحضر. لا استاذ بس اقعد احنا نسولف لك المشهد. لا تسولفوا لي سولفوا لي. يلا على 10 ثواني استاذ بس اقعد بس اقعد احنا نسولف لك. يلا سولف لي حبيبي. سولف سولف عادي سولف لي المشهد. سولف سولف اي سولف استاذ بس اقعد. لا لا سولف لي سولف استاذ. لا انا هناك لازم تقعد. لا 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 استاذ هنا انا. لا لا تعال 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 اقعد اقعد. العفو شو اسمك؟ قرار الساعد. والله والنعم نعم انا مو صديقي محمد الساعدي فاحب السواعد على راسي كلكم. سولف لي حبيبي شنو المشهد حتى اتهيئ. لا لا ليش تضحك؟ لا لا ماك والله انا اقدر ليش اسولف لك المشهد. لا لا احكي يا احكي يا حبيبي شنو خايف منه؟ احكي لي يا والله. يلا هو المشهد بيأكل انا اعرفه. ابو قو ما يقدر مسجلاني. عين المشهد اللي راح اسولف لك اياه عندنا مشهد انا كررها هو لمده 7 دقائق طبعا هذا تعبت عليه انا 7 ايام. المشهد كرار العشر ثواني اللي تطلع بيها ماني كرار طابق بالسياره واني ازر راح اطران بالسياره. اي كرار بالسياره. اي كمل كمل تحتون بالزاويه استاذ عمر. استاذ والله العظيم جاي سولف. جاي نسولف له المشهد. اي لا حبيبي كمل استاذ والله العظيم الطشطشه مو طبيعيه. هو هو بس كمل 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 حتى يطق بي يطق حسابه بالانستغرام ويفول. شنو يفول؟ شاف شرط شاف الاعلانات بالانستغراف. تقدر تطلع بالشارع بس كمل من فضلك بس كمل. انت تطلع بالشارع غير باب البيت تقول هو سب البال بس كمل المشهد ما تقدر تطلع. استاذ عمر استاذ عمر احتمال مسيرتك الفنيه تبدي ورا هذا المشهد. اكيد هو انا هذا انتظر. إيه؟ انا انتظر. إيه؟ إيه؟ بس مو طبيعي لك عيني فدوه. إيه؟ المشهد قلت لك كرار طابق بالسياره. اي واني افوت من يوم كرار بلي. تمام فانا كنت طالع تون من الصبح وتعبان تعرف الجو بارد. فاعطس انت واقف بباب محل بتقول لي يرحمكم الله. انا بقول عليك كذا مسيرة الفنية يقول لك يرحمكم الله على هذا المشهد 10 ثواني بعد ايش عندك مشاهد ضيف لضيف له شو ما يطلع. واذا شفتك جيد على قولت الست اذا شفتك جيد بهذا المشهد من يجيبوا لي كلاس ميه واشرب تقول لي هنا ومري اخ اه شنو استاذ لا تتجاوز زين استاذ انت تتجاوز اطلع هدي علي ليش تتجاوز لا تتجاوز زين تتجاوز اطلع تتجاوز ولي صبر انا حاسبك على هذا الشيء انا حاسبك انا حاسبك لا تقول لي اطلع اخذ جو استاذ عمر استاذ عمر استاذ عمر استاذ عمر عمار انا جاوز علينا هذا الفنان اي هذا 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 وين ابويا وين يا بي صور صور يا بي هذا جاوز علي يا بي اخ استاذ عمر 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 استاذ استغفر الله العظيم. استاذ تيانا بمقلب احنا اسفين ونعتذر على اللي سويناه بيك. كل يوم تامر عليك استاذ عمر. كلنا نعتذر من عندك استاذ. استاذ قلت لك طلعك 10 ثواني كتلتني ب 10 ثواني شنو المعنى؟ استاذ بعد ما يفيد الاعتذار. خلاص خلاص. الوضع ناقبض هيك. عندك مايك طق. اسف الله. لا لا استاذ. اسف حبيبي. الله لا يقضيك. اسف اول مره اصير معك. انت استاذ وعلى راسي يرجف يرجف. حبيبي استاذ. زين استاذ يعني ما تريد تقول لهم بعد هني مير بالعافيه حتى تبدي مسيرتك الفنيه. يا مسيره فنيه راح اكتب مذكراتي واعتزل من وراهم بطلي. استاذ شو تحب تقول مشاهدي قناه الطليعه؟ انا يعني اسف اذا بدر شيء من عندنا بس مثل ما شفتوا يعني استفزوني وما شاء الله عليهم الشباب يعني امكانيه
رمضان كريم على الجميع وشكرا ممنون. زين استاذ شو تحب توجه رساله لهم هم كشباب يعني يجي المستقبل؟ والله اقول لهم لا تتعاملون بعد لا ويا عمار الربيع ولا عباس الشوارع. تحياتي لهم. شكرا لك استاذ، نشكرك على جيتك، نورتنا اليوم. الى هنا مشاهدينا، جمهورنا ينتظرك استاذ. شو توجه لهم كلمه قبل قاطع ست؟ اهم شيء الجمهور عندنا. حبي واحترامي ويا رب الامن والامان والسعاده والمحبه للعراق، كل العراقيين دائما هاي الابتسامه والفرحه موجوده. احنا نعتذر منك استاذ عمر على هذا المقلب، لكن مقالبنا ما خلصت ومستمرين وياكم. خلينا نشوف ضيف حلقه باكر مفاجاه، خليكم ويانا. هواي ناس سيئين الان يتابعون ولهم متابعات عاليه، يعني كاظم اسماعيل قاطع ترى متابعاته مو عاليه، بس كاظم اسماعيل قاطع نجم. الولد اللي قدامي شنو؟ فنان شاعر قعدته شنو؟ نجم استاذ من الفنان علي استاذ. استاذ 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 وين المخرج؟ شباب